نحن الآن في هذه الأيام فيما يسمى لدى مجموعة كبيرة من إخوان المسلمين بالمولد النبوي، وهذا في الواقع وجد تساؤل من بعض إخواننا خارج المملكة العربية السعودية، وهو أن المولد النبوي يقام في مجموعة من البلدان الإسلامية ولكنه لا يقام في المملكة، وقد يوجد بعض البلدان التي تتخذ من المملكة قدوة في ذلك. الجواب على هذا: أولا، رسولنا صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاتباع والابتعاد عن الابتداع، والمولد النبوي هذا الآن أليس موجودا يعني تاريخه ودورته في كل سنة في عهد رسول الله وفي عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهل كانوا يقيمون هذه الموالد؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فنحن في الواقع مأمورون بالاتباع لا بالابتداع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والمولد الآن يعني صحيح أن الغرض منه هو إبراز محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إبراز محبة رسول الله ما تكون إلا مرة في السنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب إلينا وأحب الأمور إلينا، ونؤمن بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. فنحن في الواقع لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوسنا، ومحبته متأصلة ومتعمقة في عقيدتنا وفي أعمالنا وفي اتجاهنا، فهو صلى الله عليه وسلم قدوتنا، وهو الهادي هداية إرشاد وتوجيه. فبناء على هذا فنحن في الواقع محبة رسول الله ليست موجودة أو منحصرة في إقامة موالد واحتفالات ونحو ذلك، الله أعلم بها وبما تشتمل عليه من تجاوزات أو غير تجاوزات، إلا أنها بدعة، والبدعة ينبغي في الواقع أن تترك وأن تبتع وأن نتبع ولا نبتدع. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يؤكد ما تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فطالما أن هذه الموالد لم تكن في
في عهد رسول الله ولا في عهد أصحاب رسول الله ولا في عهد التابعين ولا في عهد أتباع التابعين الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم لا يأتي قرن إلا وهو أشر من القرن الذي سلفه. فإذا يا إخواننا ينبغي أن نعرف الآن أو أن نعرف بأننا أمة تتبع هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم وهدي ما عليه أصحابه رضوان الله عليهم والتابعين ومن تبعهم. فبناء على هذا فليس إقامة هذه الموالد أو عدم إقامة هذه الموالد دليل على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما محبة رسولنا صلى الله عليه وسلم اتباع أمره، الشهادة بأنه رسول الله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة. قام صلى الله عليه وسلم بجميع ما الله سبحانه وتعالى وجهه إليه. فإذا علينا أن نتبع سنة رسول الله وأن نعنى بسنته القولية والعملية والعقدية والتقريرية. ينبغي أن تكون هذه محبة رسولنا، اتباع أوامره والدعوة إليه والتمسك بسنته والتمسك بما هو عليه. هذا الذي ينبغي وهذه هي المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وبناء على هذا فأولا فكون المملكة العربية السعودية ومن نهج نهجها كونها يعني لا تقوم بإقامة هذه الموالد لا يعني بأن لديها موقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في الواقع يعني ممكن أن يعني لا نزكي أنفسنا ولكننا نقول الحمد لله والشكر لله بأن المملكة والحمد لله على جانب متميز من التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما عليه أصحابه والتابعون لهم بإحسان، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ولا يضير المملكة أنها لا تقيم الموالد والغالب من الدول الإسلامية تعيها. إن إبراهيم كان أمة، إبراهيم عليه السلام الله سبحانه وتعالى تحدث عنه وذكر أن انفراده بالدعوة وبالحنيفية السمحة هذا لا يعني بأنه شاذ في تصرفه، بل هو أمة وأمة يجب أن تكون قدوة أو أن يكون قدوة، وقد كان والحمد لله قدوة، وهو الذي سماهم المسلمين والله سبحانه وتعالى أثنى عليه وهو قدوة. فإذا حفظ الله الجميع ينبغي لنا أن ننظر هل في هذه الموالد هل فيها مستند شرعي عملي أو قولي أو تقريري؟ إذا كان في شيء الحمد لله علينا أن نتبع، وأي أحد لا يأخذ بذلك ما في شك أنه في الواقع يعتبر مخالف. لكن إذا كان ليس هذا في سنة رسول الله ولا في حياة رسول الله ولا بعد موت رسول الله، لم يكن ذلك لا من أصحابه ولا من زوجاته ولا من بناته ولا من أخصائه ولا من الخلفاء الراشدين أنفسهم الذين أمرنا باتباع سنتهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فإذا يا إخواننا ينبغي لنا في الواقع أن نتبع سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهذا الاتباع والانقياد والتمسك والدعوة إليه هو في الواقع المحبة الحقيقية الصادقة.